مدينة دقازيق، وذلك لتكدس كومات القمامة على جانبي الشوارع والطرقات في المدينة. فمنذ أن فسخ محافظ الشرقية العقد المبرم مع شركة النظافة الدولية المعهد إليها نظافة المدينة، ودقازيق تغرق في بحر من القمامة. موضوع النظافة موضوع مؤلم قوي في مدينة الزقازيق. الزقازيق كل شوارعها كلها زبالة، وده هي يرجع إن مفيش مجلس مدينة ولا في رئيس حي. الزقازيق فيها حيين، حي أول وحي تاني، زائد مجلس المدينة. للأسف محدش بيشتغل، للأسف عمال وموجودة وعربيات وكلها مركونة في جراشات ومحدش بيشتغل عشان مفيش رقابة. المفروض لما يجي ينظم عايز يجيب عمالة تكون دايما مستمرة معاه، يعمل تعاقدات من دور وجديد، مش يضم الشركة بالرجالة بتاعتها، والرجالة بتاعتها الأساسيين ما يتعدوش 5 6 على الصوابع. طب أنت هتضمتهم إزاي؟ هضمهم والمحافظ بعد كده يسجل ناس، وواحد اسمه معرفش سعيد إيه فيها يجي يقول لك أصل أنا بعين، ويعمل جوابات مضروبة من زمان ويعينوا ناس. ده برضك نظام جديد، مش عارفين البلد بتتقدم ولا بترجع لورا. انت عايز تحط ناس المحافظ يفتح، يا جماعة اللي عايزين يتعينوا بعقد بشركة تبع المحافظة او تبع مجلس المدينة يعين ناس جديدة، مش يقول لك اصل ضمنا الشركة بعمالها برجالتها بحاجتها. هي الشركة كان فيها مين؟ كان فيها كبار السن، وكان فيها ناس موظفين وناس مش لها اي لازمة. والله ستك احنا بنقعد بالاسبوعين ثلاثة ما بنلاقي عامل يدخل الشارع. يعني انا بيتي اهو هنا اهو، الاقي كوام الزبالة قدام بيتي حاجة لا تطاق، ونشتكي في حي تاني، نشتكي هنا نشتكي هنا، ولا حياة اللي من تنادي، مفيش فايدة خالص. اولا انا عايز افهم الرسوم النظافة اللي بياخدوها على الايصال دي بيعملوا بيها ليه؟ يعني هي دي اتاوة؟ يعني ده قرار بتاع مجلس المدينة او محافظ؟ ممكن ده نطلع عليه بالبطلان، لان ده مش قانوني اصلا. لان انا النهاردة بدفع على المحل 20 جنيه، وبدفع على الشقة 5 جنيه، ومفيش نظافة، يبقى ايه قيمة الموضوع ده اصلا؟ قرار اسناد امر تنظيف شوارع مدينة زقازيق الى مجلس المدينة والاحياء كان قرار مفاجئ وليس بالسهل، وذلك لعدم توافر الامكانيات والمعدات لرفع القمامة من الشوارع والمنازل. ان شاء الله في سرد انشاء جهاز عام للنظافة على غرار هيئة القومية للنظافة في القاهرة الكبرى، وبنعد له فعلا، ولكن ده عاوز هيئة التنظيم المناسب، واحنا هتبقى النواحي المعدات والادوات الموجودة في حي اول وتاني، واحنا على حاليا في صدد شراء معدات حديثة، وخاطبنا وزارة البيئة ان هي تدينا كم من المعدات للاحلال، لان الشركة حتى الان ما ادتناش المعدات. ده السبب في التراجع في اداء النظافة، ان الشركة حتى الان لم تعطينا معدات النظافة، ولو احنا خدنا معدات النظافة هيبقى الشكل شكل اخر، لان فعلا احنا بجهود ذاتية والمعدات المؤجرة بنحاول، والحالة الان احسن من الشركة في الايام الاخيرة. وعلى الرغم من بدء الاجهزة التابعة لحي ثاني الزقازيق تدارك المشكلة ورفع تلال القمامة المنتشرة في شوارع الحي بجهودها الذاتية، الا ان يد العابسين تمتد لتشويه المنظر مرة اخرى. الاطفال اللي هم بيعدوا بعربيات قرى والكلام ده، ادينا تعليمات بمنعهم، بيبقى لان مثلا ممكن بيبقى كيس محطوط في صندوق، بيجوا اللي هم الناس اللي بيفرزوا القمامة. فرز القمامة بيسبب عملية انتشار الاكياس وانتشار الاوبئة والكلام دي اللي احنا بدأنا بنحارب فيها عشان نمنع ونوقف تلوث البيئة. بيخلوا بالمنظر الجمالي، لان لو شوية ورق انتشروا في الشارع بقى الشارع مش نظيف، وبالتالي عملية مقاومة الفرز اللي بتتم في الشوارع من بعض الناس اللي هم مش مسؤولين واللي بيلوثوا البيئة وبنقاومهم حاليا. مشكلة القمامة انضمت إلى قائمة المشاكل المزمنة التي يعاني منها أهالي محافظة الشرقية كالصرف الصحي والمياه والطرق الغير ممهدة، فليستطيع المسؤولون تدارك هذه المشكلة في وقت قصير مع الانتشار الأوبئة والأمراض والكلاب الضالة خاصة في فصل الصيف؟ من محافظة الشرقية أسماء عبد العظيم لأخبار القناة. ونطلب إلى فقرتنا اليومية حول أهم الأحداث على الساحتين المصرية والعالمية والتي نتعرف عليها في التقرير التالي.
شهدت أولى أيام تلقي طلبات الحج بالقرعة إقبالا كبيرا من المواطنين، ويستمر تلقي طلبات حتى 27 من الشهر الجاري قبل أن تجرى عمليات